على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة في هذا اليوم مع انطلاقات أشواط سن الحول والزمول، حيث تنطلق هذه الأسماء، هذه الشعارات الكبيرة والرنانة دائما بحضورها وبانطلاقاتها من هنا من مهرجان المرموم الختامي لعام 2024. 8 كيلو مترات تنتظر هذه الأسماء، تنتظر هذه الشعارات، انطلاقة جديدة وتحدي جديد وقصة جديدة من تحديات الانتصارات والفوز والناموس. شوطنا 12 ينطلق قبل لحظات، شوط خاص بالزمول، تنطلق هذه الأسماء وأول المنطلقين، أول المتحركين، شاهين على المركز الأول، هجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم عن المركز الأول ويندفع بانطلاقة وحضور شاهين على أول الأسماء. المركز الثاني، أتابع الانطلاقة وأتابع الحضور والتدخل من معيد بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد الهيان، جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي يتواجد وينطلق المحترف ملاحقا العملاق على المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع وصول شعار هجن الشحنية القادم في هذه اللحظات مع نسناس، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق نسناس بشعار هجن الشحنية، وجار الله بن طالب بن عقيل من يتابع لنا هذا الشعار، البرنس قادم وبكل قوة. بينما المركز الرابع، وتابع الحضور وتابع انطلاقة جزيل في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، عوض بن مبارك الميري الخبير بن مبارك يتحرك ينضم لكوكبة الأسماء المنطلقة هنا مع جزيل. بينما أتابع شعار هجن العاصفة يتحرك في هذه اللحظات، ينضم في هذه الأثناء بانطلاقة وحضور شاهين، غياث الهلال يتدخل بينما القدوم وبينما الوصول من مهول، شعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النيان يتدخل في هذه الأثناء، ينضم في هذه اللحظات محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري ينطلق مع هذه الأسماء ومع هذا الوصول. سادس التحديات، سادس الانطلاقات، أتابع سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، السادس مضمر الشرق الأوسط، بينما أتابع المركز السابع يتدخل، السادس مضمر الشرق الأوسط، بينما أتابع المركز السابع يتدخل في هذه اللحظات، ينضم في هذه الأثناء قدوم الدحيل، هجن الشحانية قادمة ومحمد بن خالد العطية يتدخل المشاغب في هذه اللحظات لينطلق بالدحيل بانطلاقة الشعار العنابية. أتابع أيضا القدوم، أتابع أيضا الوصول، تدخل من هذا الشعار الكبير، تدخل من هذا الوصول الخطير، وصول شعار هجن الرياسة، من تتحرك في هذه اللحظات، تنطلق بن نادر ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتدخل مع هذه الأسماء، ينضم لكوكبة هذه الشعارات متجاوزا عن المركز السابع. المركز الثامن كما ذكرت هو انطلاقة شاهين، والمركز التاسع كما هناك انطلاقة وحضور هذه الأسماء، وصل زمهرير بشعار هجن الرياسة
الشاشة سلطان بن محمد الوهيبي يتحرك في هذه الأثناء، بو محمد العملاق ينضم يتدخل باسم آخر، وأيضا قدوم نسناش هجن الشحانية قادمة قادمة وقادم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، تدخل جديد انضمام هنا أيضا من السريع بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه الأسماء العشر الأولى، هذا هو النداء الأول. يا من تتابع هذه الأسماء، يا من تراقب هذه الشعارات الكبيرة هنا والمؤسسات العملاقة التي هي حاضرة حاضرة ومتنافسة ومتصارعة من أجل الفوز من أجل الناموس على أرضية الميدان. النداء الأول انتهى، النداء الأول انقضى. يا من تتابع هذه الأسماء، يا من تتابع هذه الشعارات الكبيرة التي لطالما صالت وجالت على أرضيات الميادين خاطفة الرموز والانتصارات مرضية جماهيرها، تدخل في لحظات المعارك من جديد بانطلاقاتها المميزة. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط بعدما أن انتصفت المسافة 4 كيلومترات. روحت يا إخواني 4 كيلومترات تتبقى في هذه اللحظات، ومعيد على المركز الأول، معيد على الصدارة هنا بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد الهيان، يتقدم بصدارة الشوط ويتقدم بهذا الانطلاق جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي المحترف بالاحترافية الكبيرة، يتقدم على الأسماء وينطلق بصدارة الشوط، بينما هجن العاصفة تلاحق تطارد تلازم في هذه الأثناء على المركز الثاني. هجن العاصفة وغياث الهلالي من يقدم لنا شاهين بانطلاقته وحضوره بإمبراطورية هجن العاصفة، بينما المركز الثالث تابع القدوم مهول يتحرك مهول ينطلق شعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد النيان بهذا الشعار الذي يقدم منافسات كبيرة منافسات قوية بقيادة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ياعد الحمير المركز الرابع. وصلكم خبير المضمرين، يتحرك في هذه اللحظات ينطلق بجزيل، جزيل هو القادم وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك بن سعيد الميري. الخبير بن مبارك يتحرك ينضم على المركز الرابع. المركز الخامس شاهين هنا بانطلاقة وحضور شعار هجن الرياسة في هذه اللحظات. المجازف يتحرك، المجازف ينضم، بدأ يزيد بسرعاته هذا الانطلاق وهذا التحدي هنا مع حضور وانطلاقة النادر 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 بشعار هجن الرياسة بانطلاقات المجازف بانطلاقات بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التدخل من شعار هجن الشحانية هنا في هذه اللحظات بانطلاقة ووصول الدحيل محمد بن خالد العطية ينضم في هذه اللحظات ويتجاوز على المركز الخامس المركز السادس. زمهرير القادم قادم بشعار هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي 2 كيلومتر بمعنى آخر 2000 متر. تنتظر هذه الأسماء، تنتظر هذه الشعارات، ولمن سيكون الفوز ولمن سيكون الانتصار ولمن سيكون خطف نقطة هذا الشوط. المركز الأول معيد 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 وشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد الهيان جمعة بن عتيق
الفريق الرماثي المحترف بدأ ينطلق بالانطلاق الكبير. المركز الثاني مهول وشعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد الهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. ولكن شوف الحركة، شوف الانطلاق، شوف هجن الرياسة. 1400 متر تتبقى وتنطلق هذه الأسماء وتندفع هذه الأسماء. هجن الرياسة تتحرك تهاجم هنا مع انطلاقة زمهرير سلطان بن محمد بن سالم الوهيب العملاق قادم. والمركز الرابع ادحل على المركز الرابع هجن الرياسة هناك، وعفوا هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن معيد هو المنطلق، معيد هو المندفع القادم هنا على المركز الأول. هجن الرياسة قادمة على المركز الخامس، ولكن إننا مع النادر ومع المجازف بدأ ينقض على المراكز الأمامية. المجازف في هذه اللحظات بوسعيد قادم، وهناك الدحيل يتحرك بالأوامر ومهول ومعيد وزمهرير، وأتابع أسماء قادمة من المراكز الخلفية. ولكن الصراع احتدم ما بين الاثنين، ما بين الدحيل وما بين النادر بشعار هجن الرياسة، النادر بن زيتون ينطلق من جديد، يغادر بالانتصار بشعار هجن الرياسة. سلام لهجن الرياسة، سلامي عليك المجازف، سلام محمد بن عتيق بن زيتون المهري. ولا يصح إلا الصحيح يا بن زيتون، ولا يصح إلا الصحيح يا أبو سعيد، سلامي عليك، سلامي على هذا الانتصار بشعار هجن الرياسة مع النادر محمد بن عتيق بن زيتون المهري. المركز الثاني الدحيل بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الثالث مهول شعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد الهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحمير. المركز الرابع هناك اللي كان على المركز الرابع كان جزيل بشعار سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك المهيري. والمركز الخامس كان القحيدي بشعار هجن الشحانية جار الله بن طالب العقيل. التوقيت الزمني لحظة وصول النادر، لحظة وصول وفوزه بالمركز الأول 12:49 جزء واحد من الثانية، لحظة انتصار النادر بشعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المجازف من تابع هذا الشعار. المركز الثاني 12:50 تسعة أجزاء من الثانية، الدحيل كان على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية، ومحمد بن خالد العطية المشاغب قدم مستوى كبير على المركز الثاني. المركز الثالث 12:53 بدون أجزاء من الثانية، كانت هي لحظة وصول هذا الشعار المميز بانطلاقاته في هذا الموسم، شعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد الهيان. مشكور يا أبو عبد الله من قدمت لنا مهول محمد بن عبد الله بن ياعد.